تحرير مناطق جديدة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء إثر مواجهات عنيفة مع الإنقلابيين. أسفرت هذه المواجهات عن سقوط عشرات القتلى من إنقلابي الحوثي، وأحكم الجيش أيضا سيطرته على مواقع استراتيجية بجبهة الجوف. الجيش اليمني يسير بثبات وتقدم كبير لتحرير ما تبقى من أراض تقبع تحت قبضة الميليشيات الإيرانية. ففي محافظة البيضاء أعلن الجيش سيطرته على مناطق المنقطع وشعب الجريد وسبق في مديرية ناطع بعد معارك أسفرت عن مقتل وأسر العشرات من عناصر الميليشيا، فيما باتت قوة الجيش على مشارف منطقة فضحة الاستراتيجية. وفي جبهة القبيطة شمالي لحج قصفت المدفعية الثقيلة للميليشيا الحوثية القرى السكنية بقذائف الهاون، حيث أدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين بينهم أطفال، فيما أكدت مصادر تمكن الجيش من تحرير مناطق جديدة بمحيط جبل فوجان. الجيش الوطني الموجود على الجبهات والمقاومة يحققون انتصارات، وبالذات الانتصارات الأخيرة الذي في جبل الحمام وجبل فوجان في مديرية القبيضة. وعلى إثر انكسارات الميليشيات بالساحل الغربي، أكدت مصادر ميدانية اندلاع اشتباكات بعد خلافات في صفوف الميليشيات الحوثية في منطقة الجراحي، فيما دارت اشتباكات عنيفة أخرى بين الميليشيا والمواطنين في قرية العساكر القريبة من مديرية الجراحي. جبهة الساحل أصبحت الآن هي المأمن والمنطلق الأول لأبناء تهامه ومحافظة الحديدة. تم تحرير مديرية الخوخة، ونحن الآن على أبواب مديرية حيس والتحيتاء وثم مديرية الجراحي. أبناء تهامة ليسوا حاضنا للميليشيات الحوثية، أبناء تهامة هم ضد هذه الميليشيات الإيرانية الرافضية. وفي الجوف تتواصل خسائر الميليشيات بعد تمكن الجيش من تحرير جبل شوكان وجبلة عمر أولى مناطق مديرية برط العنان. قالت مصادر محلية أن جثث الميليشيات تنتشر في موقع قرن شامان المطل على منطقة القعيفة، كما تم تحرير سلسلة جبال قرون الحصينات بالكامل وجبل المخروق والوعير من قبضة الميليشيات الإيرانية. معارك الساعات الأخيرة في معظم الجبهات تشير إلى تحول جوهري في سير العمليات العسكرية في هذه المحافظات، وعلى ضوء الانتصارات المتلاحقة التي ستنهي وجود الميليشيا الإيرانية في الجغرافيا اليمنية. عماد حيدرة لتلفزيون المملكة العربية السعودية، عدن.